كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين من مين في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين طول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بنزوق على واحد نعمل ليه مفيش ولا حاجة مضمونة كله بجد مشكوك فيه وليه الشر جوانا بقى كسبان في كل نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين
العواف يا ست راوي. عاوزك تقول لفاطمة ان ست راوي عايزاها. دهدي وهي تستجري تيجي هنا؟ حضرة العمد كان يقتلها. انت بس روح قول لها اللي بقول لك عليه وهي هتتصرف. بس اوعى تقول لها الكلام ده قصاد حد، انت فاهم؟ لا ما تقلقيش من عيني. حاضر، اللي هتقولي عليه يا ست راوي. طب يلا. يو انت واقف كده ليه يا حسان؟ انا بس يعني كان بدي اقول لك على حاجه كده بس مستحي. اوه عايز ايه؟ اني استنى خد. لا 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 يا ست راوية، انت فهمتني غلط، انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه يا ولا؟ اني بالمفتشر كده عايز اتجوز البنت حنان. يخيبك يا حسان، يا لهوي بالي عليك يا حنان. يخيبك يا حسان، بقى عايز تتجوز البنت حنان يا حسان؟ ايوه. أتاريك رايح وجاي علينا وأنا مش فاهمة، يعني كنت بتقرطصني يا واد؟ لا هو الختمة الشريفة ما حصل بيناتنا حاجة. طب قول بتحبها يا ولا؟ أيوه بحبها بالقوي. من إمتى؟ من مدة كده، يعني أنا لقيتها بنت طيبة وغلبانة زي حالاتي. غلبانة؟ ليه؟ تكونش فاكر ان انا هديلك البت كده بلوشي؟ لا يا اخويا، دي عايزه مهر وجهاز وفرش جديد كمان، هتقدر؟ يا ست راوي اللي هتقولي عليه، بس انا يعني هجيب منين؟ ما انت عارفه البير وغطاه. عارفه ايه يا اخويا؟ ما انت شغال مع العمده بقالك سنين، يعني مش شايل حاجه كده ولا كده؟ يا ست راوي اهدني بكمل عشايا نوم. يا واد عليا انا؟ يا ست راوية والختمة الشريفي أنا ما حلتش غير الدار اللي بنام فيها دهية، وكم هدمة بلبسها فوق بعضهم في الشتي. بس أنا برضو مش هجوزها لك من غير شبك ومهرة وجهاز. ها خلاص، القول قولك اللي هتقولي عليه واللي هي هتقول عليه، أنا هعمل كل جهدي ومش هتأخر. خلاص يا حسان، عشان خاطر الكلمتين الحلوين دول فرش البيت علي والشبكه كمان، ايه رايك بقى؟ والخدمه الشريفه لو قولك ده صحيح انا احب على يدك ورجلك دلوقتي. اوعى يا واد ما تركبنيش ذنب على الفاضي. ده ده بيتي يا حنان، انت يا بيتي اللي واقفه تتصنطي. ايوه يا نعمين يا ستي. سمعتي اللي قاله حساه؟ واني هسمع منين يعني؟ انا كنت بعمل الاكل جوه. يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا 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 موافقه موافقه. ينيلك يا بيت. طب روحي يلا شوف اللي وراك. حاضر. خلاص يا حسان، روح انت بقى. انت يا واد يا حسان. ايوه يا ست راوي. ايه مش قلت لك تروح للست فاطمه ولا هتفضل رجلك متكلبشه هنا؟ داني من عينيا هروح لها فريره. فريره؟ يا واد انت طلعت اهبل زيها. خرابي منكو الحب برد. تسلم ايدك يا فاطمه. تسلم وتعيش يا اخوي، مطرح ما يسري يمري. بس انا زعلانه منك يعني. ايه ليه؟ عشان يعني ما جيتش قلت لي يا بنت يا فاطمه يا حبيبه العمده انا جبت لك الدار اللي كان نفسك فيه والخمس فدادين اللي قلتي عليه. ازاي بقى؟ طب داني حتى حاطط عيني على دار انما جنة. لا يا اخوي انا عايزه دار بعيني، دار البنت حمديه عشان شرحه وبرحه كده والشمس داخلاه من كل ناحيه، وبعدين في خمس فدادين وراي على طول ممكن تكتبهم باسمي، ساعتها هيبقى الدار جنب الارض. اصبري بس عليها شوي اخلص من حكايه راويه دي. هي لو خدت محاصيل الفلاحين زي ما بيقولوا انا اتسوح تبقى مصيبه كبير. انا متعود كل موسم اشتري المحاصيل دي وابيعها. طب واللي يقول لك فكره تستاهل حلاوي؟ ها قول. انت تلم عيال الفلاحين وتقول لهم انهم مطلوبين في الجهادية، قوم ساعتها هم هيجوا يستنجدوا بيك، الحقنا يا جناب العمدة. قوم انت بقى تقول لهم ايه؟ تقول لهم ان ده امر عالي وعمومي وواجب التنفيذ وانك مالكش صالح بيه. قوم هم هيقولوا لك دبر، قولنا بس نعمل ايه؟ قوم انت بقى تقول لهم يمدوا وصولات امانه للمسؤول. ايوه عشان يغفل عن عيالهم اللي هيخبوهم. قوم هم يكتبوا الوصولات ويدوها لك. يا سلام، وهيكتبوا وصولات الامانه دي باسم اني مسؤول؟ باسم اني يا عمدي.
باسمك انت؟ ايوه يا اخوي باسم اني، عشان تبقى المديونية بيني وبينه، محدش يرجع عليك بحاجة ولا يقول انك نصبت عليهم ولا خدت منهم غصب عنهم. اني فداك يا اخوي. ايه والله فداك زي ما بقولك كده، والوصولات دي هتفضل عندك انت في خزنتك، يعني هتبقى تحت ايدك، محدش يعرف يتصرف فيها غيرك. ايه يا بنت التفكير دي؟ ايه انفع ابقى مرات العمدة؟ مرات العمدة ايه؟ ده انت تنفعي تبقي العمدة ذاته. بس كده يا بنت وريه ايه؟ اي اوامر بقى يا جناب العمدة؟ ما يأمرش عليك عدو ولا زار. هات يا بنت الطربوش. ايه انت طمعت فيه ولا ايه؟ انت هتسوي فيه هات الطربوش. ماليش مدي ياهود. يا بنت هو ما طرباش. تعال خد. السلام عليكم يا شيخ عيسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسان؟ تعال اقعد. أنا يعني كان غرض يسألك سؤال كده، بس عدم المؤاخذة مختشي. لا اسأل ما تختشيش. أصلاً يعني خايف السؤال ده يطلع حرام يقوم ربنا يخسف بيا الأرض. لا ما تخافش قول. هو يعني استغفر الله العظيم يا رب، ليه ربنا بيسيب الظالم يقعد يظلم 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 كده ولا يهدوش ويخسف به الأرض؟ شوف يا حسان، ربنا حرم على نفسه الظلم وجعل من صفاته العدل والرحمة، ولما بيمهل الظالم بيسيبه عشان يشقى بظلمه لغيره. يشقى. اوعى تفكر ان الظالم بيبقى مبسوط باللي بيعمله، لا ده بيبقى خايف مرعوب. يعني مثلا عتمان اللي انت قصده بكلامك. انا ما قصدتش اي عتمانات، انا قصدي الظالم علولي. الظالم بيبقى خايف، بيخاف يمشي لوحده، علشان كده دايما بتلاقيه ماشي وسط حرس وغفرة وناس بسلاح علشان تحميه. الله يرضى عليك يا مولاني، ربنا يزيدك من علمه الواسع. طب انا كان عندي يعني لو فيها سؤالي سؤال صغير كده. قول يا حسان. ليه ربنا بيسيب الظالم يقعد يظلم 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 كده ولا يهدوش ويخسف به الارض؟ اخوانا الجهادية هي اللي طلبتهم، العمدة بقى هيستفيد ايه من وجع دماغ ودماغنا بلمتهم دي؟ ايه ده امر ميري. ايوه الجهادية شرف واهتزاز وافتخار وانشراح. دي الجهادية والجهة دوكها اوامر جاية من العالي بكده، واحنا علينا بايه يعني؟ جاتكم الهم والغم. والغم والهم ما هو بفهم ما بقاش وراك يا بلد اللي قلت الراحة. يلا يلا علي يلا علي. سيئ عليك النبي يا ست فاطمة، وحياة أغلى حاجة عندك، ربنا يخلي لك ولادك يا غالية. تقولي لعمدة يسيب الواد سلام أخوي، ده هو اللي بيجري عليا وعلى اخواتي، ولو راح مننا مش هنلاقي اللقمه يا غاليه. واني مالي يا بت؟ اني مالي؟ انت بتكلميني ليه؟ هو اني يعني اللي رحت قلت للحكومه تعالي اطلبيهم يا حكومه؟ انت الخير والبركه يا ست الكل، كلمه منك للعمده يشوف له صرفه يخرج الواد سلامه.
يعني هو سلام الله هينقص عساكر الجهادية؟ ده واد قصير وقلة، واللي تأمري به يا غالية أعيش خدامة مداسك. يا بنت هو أنا أعرف المسؤول اللي هيجي ده هيبقى طلباته إيه؟ ما إحنا لازم نعرف طلباته عشان نوفيها له ونزوغ أخوكي يا أختي من الجهادية. اللي تأمري به يا غالية. اتفضلي يا غالية. استغفر الله العظيم. هاتيلي المداس ده يا بنت. حاضر يا ست الكل. خلاص روحي شوفي كنت بتعملي ايه. حاضر يا ست الكل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زفت الطين انت. ما هو ده سيادتك اللي حصل. يمين بالله والختمة الشريفة، انا كنت ماشي ولا بي ولا علي في امان الله، اذ فجأة طلع علي عالم مثل التمين مغطين وشوشهم كده، معرفتهمش، قاموا خافين مني السلاح بالغصب وقالوا يا فكيك. اهطل. اي والله اهطل. ما هو بعيد عنك الغفر اللحداية هطل وعبط، وده اهطل عبيط فيه. والله جنابك طول عمر العمدة عثمان بيشتكي منهم مر الشكوى، ودي سعادتك شفت بنفسك عمايلهم السودا اهو. انما هنقول ايه؟ مفيش قدامنا حاجه غير ان احنا نقول استغفرك يا رب واتوب اليه. يعني انا دلوقتي اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عارف عملتك دي ممكن تتحاكم فيها وتتحبس كمان يا حمار. واني كنت هعمل ايه بس يا حضره المامور؟ انا كنت ماشي لا بيا ولا علي، وهم كتير واني لا حول ليا ولا قوه. وهم كتير وانت لوحدك، وانت بقى شغلتك ايه؟ شهيق ولا غفير؟ يا واد يا هبل انت. بقى ما تجيش غير منك انت يا حسان. طب سيبها الواحد من الاغبياء اللي واقفين وراك دول، ده احنا بنقول انت اللي فيك الرامه. وبعدين يهبل انت متعين غفير للحراسه، عايزنا يعني نعين لك ناس يحرسوك انت وسلاحك؟ هحطك في الحجز يلا. ليه بس يا حضره المامور؟ هو انا سرقت ولا انا ها؟ انت تخرس خالص، انت كمان مش عارف هبت ايه؟ في حد يتاخد منه سلاحه ويقول انا بعمل ايه؟ يلا يا حمار خدوا على الحجز. ليه بس كده يا حضره المامور؟ امشي حضره العمده الحجز. امشي يلا. العواف ايه فيه ايه؟ عايزك في كلمتين بس يا عمدي. طب بالاذن بقى بس اشوف الجماعه عايزين ايه واجي. بالاذن. انت اخبارك ايه يا جناب المامور؟ الحمد لله يا شيخ ابوك الحمد لله. فيه ايه؟ مش انا قلت لك ما تطلعيش من الاوضه الا لما انا اقول لك؟ يوه ما قلنا عايزك في حاجه ضروري يا عمدي. اللي هي ايه؟ الناس بره هتمول نفسها على عيالي وخايفه لا يتجرب حق وحقيقه على الجهاديه، عشان كده عندهم استعداد يعملوا اي حاجه احنا نقول عليها. بقول لك ايه يا عمدي، انا كلامي طلع صح وكل كلمه قلتها لك اهي بتتنفذ اهي، مش ناقص غير ان احنا نتمم اتفاقنا. اتفاق ايه؟ ايوه يعني اكتب لك المديونيه باسمك. يا بت انا عايزه ابعدك انت عن وجع الدماغ ده. ده دوشه. لا يا اخويا لا دوشه ولا حاجه، انا بحب الدوشه. وبعدين جرى ايه يا عثمان؟ انت هتضحك علي ولا ايه يا اخويا؟ لا انا زعلانه منك. زعلانه ايه ومنك؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الناس بره دلوقتي مش واخد الكلام ده. لا يا اخويا وقته، وانت زي ما تممتش المديونيه انا هطلع اقول للناس كلها ان ده ملعوب. اي بت اتجننت ولا ايه؟ لا يا اخويا ما اتجننتش، انا عايزه اضمن حقي. ايوه امال ايه؟ عايزه امن مستقبلي ومستقبل الواد اللي جاي ده. ولا انت يعني عايز نقبي اطلع على شونه بعد ما تعبت وفكرت كل التفكير ده؟ يعني انت يعني تمسكيني من ايدي اللي مش بتوجعني وبتلويها عشان توجعني؟ لا يا اخويا، انا اللي حبيتك بزياده، حبيتك خالص، وخايفه يعني بعد ما اخلف الواد اللي انت نفسك فيه ترميني وتستغنى عني. عشان كده انا عايزه ابقى ريحك في كل حاجه، كل عامله تعملها ابقى جنبك. بدل ما تستغنى عني وترميني وانا غلبانه وماليش حق. خلاص خلاص اصبري بس لما الناس دي تمشي واقعد انا وانتي على دفتر الوصولات. يخليك ليه؟ ده انت طلعت ايه؟ ده انت بلوى مسيحي. ده الشيطان يجي لك يفتح حجره ويقول لك عبيلي واديلي. ايه ده؟ ده مؤاخذة يا جناب، يعني كان فيه موضوع كده بس الواد حسان ده انا متوقعش. أنا اللي هخنقها الأول يا 19. قلت لك يا ريس 7 إن أنا اللي هخنقها الأول. أنا اللي هخنقها الأول. أنتوا جايين تخنقوها من غيري. إحنا كنا جايين نخنقها من غيرك. بطل سوء الظن بتاعك ده بقى يا سنجاب. إحنا كنا جايين نخنقها من غيرك. أيوه. إحنا عايزين ننظم الخن. ننظم الخن. يعني نقول 1 2 3 ونخرج كلنا
عشان العمدة وسدد بطنة يتبسط موتي 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 موتي. يا خلاص يا حفيظة، حتى لو الحكيم قال إنك سليمة وعتمان هو اللي معاكم، هيفيد بإيه؟ ما اللي كان وراح ومعادش ينفع. يا ما نفسي أتكلم مع حد دلوقتي، أقوله اللي جواي، أقوله إني عايزة أصرخ، عايزة أقول جاي، عايزة أتكلم، أحكي، أتحدث مع أي حد يسمع وجعتي. يا حفيظة، العمر جري بيكي ولا ليكي صاحبة ولا خليلة حتى نظيمة، انتي عارفة ومتأكدة انها بتاعت مصلحتها. يا ترى لما هتموتي حد هيزعل عليكي؟ حد هيترحم او يحزن عليكي لما اجلك يجي وتموتي؟ وهو انا يعني كنت حمسك عليك الوصولات دي؟ طب وانا قلت حاجة يا بنت يا هبلة انتي؟ لا هبلة ايه؟ ده انت طلعت دهية الدواء. اسمع يا عمدي، الاول انت كنت بطولك يعني معاك زي ما معاكش، لكن دلوقت انت لازم تعمل حساب ابنك اللي جاي واخواته كمان اللي جايين بعديه، عشان كده انت لازم تأمنهم كويس قوي وتخلي مدسهم في قراص البلد كلها. ما هو خير ربنا كتير يا بيت والحمد لله. انا عارفة يا عمدي، بس ناس البلد دي ساو، والواحد منهم لو اتمكن هيعمل اللي ما ينعمل، عشان كده محدش يستجر يا فاطمة، وانت عارفة كده كويس. يا اخويا ربنا بيبدل الحال في يوم وليله، طب مين كان يصدق ان فاطمه الغلباني تبقى مرات جناب العمده؟ عشان كده يا عثمان انت لازم انت تملك عيالك البلد كلها. يخرب عقلك يا بيت، عايز انا اكوش على البلد كلها؟ انت هتوديني في داهيه يا اخويا. بعد الشر عليك، تف من بقك. انا قصدي يعني ان كله هيتم بالقانون وبالاصول، ومحدش يقدر يرجع عليك باي حاجه. بقولك ايه يا فاطمه، من غير لف ولا دوران كده قولي كل اللي عندك نوبة واحدة، يعني بلاش تتكلمي بالتقسيط. أول أكشي نخلص من السيد. السيد؟ تمالك انت ومال السيد؟ ايه اللي جاب سيرته دلوقت؟ يا أخويا السيد مقهور من يوم ما انت كتمته، وبعدين داير بصراحة في البلد كده يعني يقول كلام يضرك آخر ضرر. وبعدين احنا لو خلصنا من السيد هنخلص من حفيظه اللي مستقوية به دي. ماشي، دي أول أكشي. وإيه كمان؟ تاني هام أخوك علوان، أنت تعرف إن علوان كان في مصر؟ ما يروح مصر ولا يروح في 60 داهية. أنت عارف إن علوان أخوك راح لمحامي عشان يوكله ويرفع قضية يثبت فيها إنك واكل حقه؟ ما كده علوان لساك بتزن في الشر. طب واللي يقول لك حل يخليك تأمن شر علوان وسيد نوبة واحدة، تعمل معاه إيه؟ حل إيه؟ يا بهجات الروح قد لي بالوصال، يا بهجات الروح قد لي بالوصال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال. العواف ازاي تهجر؟ الله يعافيكي. هو حضرة سعادتك الشيخ اللي جانا من مصر؟ ايوه، واسمي عيسى. وانت يا سيدنا الشيخ بتمزك وتغني ازاي بقى؟ انا ما تشرفتش بالاسم. اني اسمي منار. عاشت الاسامي. فيها ايه بقى لما امزك واغني؟ ما هو الترتيل والتجويد اللي في القران فيه نغم. الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام لما هاجر من مكة للمدينة
أهلها علشان يقولوا له إنهم فرحانين بيه فرحة كبيرة كانوا بيغنوا. أيوة غنوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أنا كمان كنت أحب أغني، بس من يوم ما العمدة عثمان قتل محروس وأنا بطلت أغني. مين محروس؟ محروس ده الراجل الوحيد اللي حبيته، كان خلاص هيبقى جوزي وراجلي وسندي. موجوعة قوي ياما، قلبي وجعني قوي، مش لاقي حد يسمعني ياما، مش لاقي حد ارتاح له ولا يريحني. الدنيا ضاقت بيا قوي ياما قوي. موجود يا حفيظة، ربنا لسه موجود، اشكيله هيسمع لك، هو الوحيد اللي حاسس بوجعتي، هو اللي سري هيبقى معاه في امان، هو اللي هيشيل عني كل الهموم. همومي يا حفيظة ده انتي مليانة ذنوب، ده انتي كلك ذنوب، وربنا ما بيحبش اللي زيك يا حفيظة، ما بيحبش اللي زيك. لا لا، ربنا بيغفر لكل الناس مش كده ياما، بيغفر للي يتوب ويندم. هو انت ندمانه يا حفيظه؟ بكلمك يا وليه، ما ترد تقولي كنت فين. الصباح رباح يا عمدي. الصباح رباح يا فاطمه. صباح ايه يا اخويا ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ صباح ايه ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ انت ازاي تعتبي عتبه الدار من غير ما تاخدي اذن جوزك؟ هي سايبه ولا سايبه؟ انت مالكيش حاكم يحكمك؟ ايوه هي سايبه، انت مالكيش حاكم يحكمك. والنبي سيبني السعاده يا عمدي. سيبيها السعادة يا فاطمة. أسيب مين؟ ده أنا لو جوزك كنت قمت كلتك كده بسناني وقطعت لحمك نساير نساير ورميتك لكلاب السيكك. أيوه ده أنا لو جوزك كنت فين أنت السعادة لغاية دلوقتي ما تطلعي تقولي؟ كنت مطرح ما كنت. عايزني أعمل إيه؟ أشق هدومي ولا أولع لك في نفسي عشان ترتاح؟ انت بتبص لي كده ليه يا اخوي؟ قوم اديها على مين على السخ هدول يفوقوه. كده وريها العين الحمر، انا عايزاك تشكمها كده وتجيب مناخيرها الارض.
أنا شكمته وجبت مرخين على الأرض. بروع عليك يا توت، بروع عليك يا حبيب. بلك يا عثمان؟ إيه؟ أنا حاسة إنني كده مبسوطة، مبسوطة خالص، وحاسة يعني إنني عروسة جديدة. إيه والله. وأنا كمان يا بنت مبسوط أول انبساطك، وأنا كمان برضو حاسس إنني عروسة عريس جديد. يا أختي يا أختي. طب أقول لك على حاجة كمان. إيه؟ أنا حاسة إنني النهاردة ليلة دخلتي. بجد يا بنت؟ بجد يا توتو؟ بجد بجد؟ بجد 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 بجد. يا بهجة الروح قد لي بالوصال، يا بهجة الروح قد لي بالوصال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ازاي تهجرني وانا قلبي هواك، ازاي تهجرني وانا قلبي هواك، بعدك جنني اسمح بالوصال، بعدك جنني اسمح بالوصال. أنا حبيتك أول ما عينيا جت على عينيك، حبيتك نفسي روحي تضم روحك. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بصوا بقى يا رجال، أنا مش زي العمدي، لا أنا فلاح منكم، يعني كل اللي بتقاسوا منه أنا عارفه وحاسه. إيه وما أما جات لي فرصة أساعدكم قلت والله العظيم لأني أعمل ما لا يعمل عشان أقف جنب أهل بلد. إيه وما أحبابي الفلاحين والمزارعين اللي على فضل الله الكريم. ربنا يخليك يا أبو العيلة ويخلي الست راوية يا رب. اللهم أمين. بس الأول شرط آخر نور، إذا سمعت ولا شفت إن واحد فيكم راح عطى العمدي إن شاء الله قرات أرض واحد، هو حر في اللي هيحصل فيه، فاهمين؟ آه، إحنا هنتفق على الكلام كله هيبقى مكتوب وهتبصموا عليه. إيه أمّا، أنا حابب أساعدكم آه، إنما ساعة الحق أنا أجيب حقي من حنك السبع. يبقى توكلنا على الله. يلا بصوم لي هني. يلا. يا سلام يا ولاد، اول مره امسك 10 جنيه في ايدي. الليله عيد يا ولاد. طب يلا سيبوني دلوقتي. يلا روحوا غادي، خليكوا قاعدين ما تمشوش، احنا لسه ما خلصناش. ها ازاي الحال؟ تمام. في ناس جت من البلد اللي جنبيني ودفعت له. المهم بس يا ابو العيله يبصم، انت عارف دي فلوس ناس ولازم ترجع، يا اللي هيعلقونا زي الدبايح. ايه جرى ايه يا راوي؟ ودي كله ايه؟ مش بصمه دي؟ بصمه اهو. شاي يا ست راوي. انت يا بنت انا مش قلت للواد حسان انه يروح لفاطمه يقول لها ان انا عايزاها؟ نبي يا ست لا شفته ولا قابلته من ساعتها. من ساعتها؟ قولي من يومها. مش عارفه هتتجوزيه ازاي. انا مش عارفه هو غاب كده ليه. المنايل يكونش نسي. نسي؟ طب يا اختي تروحي لفاطمه في الخباثه وتقولي لها ست راوي عايزاكي ضروري، بس لازم تخليها تيجي، انت فاهمه؟ عيني حاجه تانية؟ لا يلا. انت مالك مساهم كده ليه؟ خدي يا حنان. ايوه يا نعمة. هتفوتي على الواد حسان، هتقولي له روحي جيب لي الاولاد انا عايز اشوفه. عيني حاجه تانية؟ ايوه خدي امسكي دول بس تجيبي الباقي. حاضر. هاتي لهم حاجه حلوه. عيني حاجه تالتة؟ قصدي يعني حاجه تانية؟
قولي يا بنت. يا نيالك امشي. وانت يا اخويا انت وهو اللي بصم وخد فلوسه يتكل على الله يلا وما اشوفش وشه غير اخر الشهر، وعلى الله حد فيكم يلعب بديله هقطعه له. انا مش قلت ما تخرجيش من الدار كده؟ وفيها ايه؟ بيقولوا ليكي راجل. ادخلي جوه يا راوي، ادخلي جوه. سيدنا ابراهيم كسر الاصنام عشان هو لقى بتنفع عليه بالدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسان؟ ازيك انت يا شيخ عيسى؟ انا الحمد لله عال قوي، ده انا حتى امبارح كنت في الحجز. حجز؟ ايوه، اصل انا بيني وبينك كده ضيعت بندقيه الميري. كلام في سرك كده يا مولاني، انا اللي رميتها في الرشاق. ايوه، وانا مش هتني ماسك سلاح احرص به الظالم. وسابوك؟ ايوه هما ليه سابوني بس بعد النهده، اصل هما عارفين ان انا عويل. بس يا ولاد قاموا بعد النهده قال لك نرفدوا من الشغلانه المهببه دي، واديني كده ايه اخر راح تقولش همي وانزاح. خلاص يا حسان ركزوا يا ولاد، ركز معايا دلوقتي. قصه سيدنا ابراهيم مش المهم ان انا ابقى حافظ القصه، المهم ان انا ابقى فاهم المغزى اللي ورا القصه، ايه المعنى اللي ورا القصه. سيدنا ابراهيم اول مغزى كان بيفكر، كان بي ايه؟ بيفكر. بيفكر ويدور فين ربنا، هو الشمس ولا القمر ولا السحاب ولا القوه اللي ورا كل دول، يبقى هي دي اللي لازم نعبدها، القوه اللي بتحرك الناس دي كلها، وهو ده اللي خلاه يوصل لربنا. تاني حاجه كان شجاع لما راح كسر الاصنام وحط الفسع الكبير بتاعهم، عنده الشجاعه انه ياخد قرار ويتحمل المسؤوليه، وكمان ساب ربنا يختبره لما رموه في النار، قال لك ده اختبار من ربنا، اكيد ربنا هيقف معايا فيه. يبقى احنا يا اولاد كل اللي لازم نعمله ايه؟ نفكر ونفهم ويبقى عندنا الشجاعه عشان لما نكبر نقول على الصح صح ونقول على الغلط غلط. فاهمين؟ فاهمين يا شيخ عيسى. بصوت عالي، فاهمين؟ فاهمين يا شيخ عيسى. فاهم يا حسان؟ ايوه. امال ايه؟ هو المحامي ده قال لك ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولها دي، انا ما نمتش من امبارح. قال لي ان احنا هناخد ارضنا، عثمان عشان ياخد الارض ويبقى ليه حق فيه لازم يجيب عقد بيع وشراء او تنازل من ابويا الحاج الله يرحمه. طب ما يمكن ابوك عمل كده وكتبها له. يبقى ساعتها عثمان عنده حق وانا استاهل ضرب البلغ يا فهيمه، واحط لساني كده جوه حلقي واسكت خالص. ما اقصدش يا اخويا وحياه ربنا، مالك يا اخويا كده متزرزل ليه؟ عشان انا عارف ابويا كويس. ابويا الله يرحمه كان راجل حقاني ودغري، عمره ما كان حق حد ولا جار عليه. ده كان يا بت لما يدي لعثمان حته ظفر كان لازم يديني حته زيه. مش معقول بقى يكتب له الارض كلها ويسيبنا انا ملط كده. حلوه يا بت يا حمديه، يلا عجني في البدري. ايوه ايوه يا بت يا حمديه، ايوه 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 يا حمدي. يا سلام يا سلام، بتعملي ايه يا بنت يا حمديه؟ بعد اذن حضرتك، يعني يا الست حفيظه طلبت مني اعمل لها فطرتين على رغيفين عيش، بعد اذنك يعني. يا اختي وبعد اذني ليه؟ ما هو كله خير وزاد للدار. ايوه ايوه. انما ايه الجلابيه الحلوه دي يا بنت يا حمديه؟ هي فين دي؟ ايه الجلابيه يا بنت اللي انت لابساهي؟ جلابيتي انا؟ ايوه يا بنت، مين اللي عاملها لك؟ دي حلوه خالص. اني اللي مفصلاها بايدي، ده انا قسطه. يا عفريتي. ايوه. ما شاء الله يا ما شاء الله. اتفضلي. وريها لي كتاب كده. شوفيها؟ ايوه عايزه اقيسها. لو عجبتك اعمل لك زيه. واللي يبقى لك الحلاوه. لا انا شاطر. يا سلام سلمي. عيني حاضر يا سلام. حاضر. اهي يا اختي. قيسي براحتك ولو عجبتك اعمل لك منها اتنين تلاته. اي والله. ايوه عجباني عجباني. ايه اللي عجباني؟ وفيها سوسته من ورا. يا سلام سلم. إيه؟ يا سلام. ايه يا بنت قميص النوم الحلو ده؟ بصلي يا بنت. لا ده انا قللت الادب قوي. بصلي يا بنت. جوزي بيحب البصلي. انا جوزي بيحب حاجات تانية. بيحب التومي. الله عليكي. يلا يا ست بصلي اعمل الجلابيتين. ماشي. حلوه يا ست جلابيتي، عجبتها؟ سبحان الله
الحلوة دي انت يا غافر سنجاب، انت يا هباب البيرك. ايوه نعمين جنابك. خد الجنيه ده عشانك. عشان اني؟ يا رب يخليك يا ست فاطمه يا رب، ويا رب يخليك يا ست فاطمه يا رب. بس ده مش لله في لله كده. أموري جنابك. أنا هطلب منك طلب، لو عملته زي ما أني عايزه هديك حتة بعشري مرة واحدة. عشرة إيه دي؟ عشرة جنيه يعمل قال. يا لهوي بالي، اعتبريه حصل يا ست فاطمة، حصل. أموري. أقول لك فهيمي، اوعي تيجي جنب حفيظه ولا لسانك يجي على لساني. مش عايز اي حد يعرف انا بعمل ايه خالص. عايز عثمان يفوجئ باللي انا بعمله وما يكونش متحضر ليه خالص. حاضر، اللي تقول عليه ماشي. اوعي تكوني جبت سيره لحد يا بيت. اني وما امسي دي السيح ابدا. والبت فاطمه دي مش عايزك تيجي جنبيها خالص. ليه؟ هو حصل حاجة؟ البت دي بقت في حضن عثمان والبلد كلها بتتكلم عنها اكنها بتتكلم عن عثمان. والنبي البلد دي كلتها ملهاش غير اللت والعجن. خدي حذرك يا فهيمة، البت دي بقت عاملة زي الطور اللي كان جعان ولها أرض برسيمة مخطر. انت راخر ظليمها يا علوة. ظالمها مش ظالمها، مالكيش دعوة بالبت دي وما تجيش الدار عندنا هنا تاني. انت فهماني يا بت؟ خلاص يا علوان، هو انا اقدر اكسر لك كلمه؟ اللي تقول عليه ماشي. اوعي يا فايزه كده، اوعي. فهمت اللي انا قلت لك عليه؟ فهمت جنابك. اتكل. ازيك يا فاطمه؟ بنت يا حنان، عامله ايه يا بنت؟ ونبي بنت حلال، كنت لسه هعدي عليكي. والنبي انت خلاص نسيتي حنان وتركتيها من بالك خالص. اخس عليكي يا حنان والف اخس، بقى ده كلام يطلع منك يا بنت؟ ده انت اختي وحبيبتي. بقولك ايه يا فاطمه، الست راوي عايزاكي ضروري. هو الواد حسان ما قالكيش؟ حسان؟ خبتي على حسان. حسان لهبل ضيع سلاحه الميري وجناب العمده والمأمور كانوا هيسجنوه. يا لهوي بالي؟ ايه والله زي ما بقولك كده، بس انا كلمت العمدة وهو قال لي ان هو هيدبر له حته سلاح يحطها يعني بدل اللي اتسرقت ولا اللي ضاعت دي، وهيستكفوا يعني ان هم يعزلوه من درك الغفر. يا عيني يا حسان، والنبي يا اختي ما كنت اعرف خالص. يلا فوتك بعافيه بقى. هو ايه اللي فوتك بعافيه؟ جرى ايه يا بيت؟ انت جايه تترشي الكلمتين وماشيه كده على طول؟ ما تستني ما نشرب كوبايتين شاي ونقعد نتكلم شويه. معلش يا فاطمه، لحسن ست راويه تستعوق، بس امان عليكي تروحي لها لحسن تنكد عليا، واني اصلا مش ناقصه نكد. يا حول الله يا رب، يعني الواد حسان ضيع البندقيه الميري بتاعته؟ يا شيخه احسن له، هو الميري بيجي من وراه ايه غير التعب والهم والقرف؟ اهو يدور له على شغلانه تانية يسترزق منها بلا نيله. بقولك ايه يا حنان؟ ايه؟ ينفع اطلب منك خدمه؟ وامريني؟ انا عايزاكي وانت ماشيه تعدي على الواد زناتي الحلاق، تقولي له يحضر لدوار العمده في التو واللحظه. قال لك جناب العمده كان قال لي اقول له حاجه وانا نسيت، ولو جه لقاها ما حصلتش هيقندل عيش اخر قنداله. من عناية الاتنين يا اختي، يلا فوتك بعافيه بقى. تسلملي عليكي يا حنان، خطوه عزيزه يا اختي.
تماما بغير